بتاريخ 20/4/2015 حاولت القوات الإيرانية المدججة بالسلاح اقتحام مدينة بصر حرير لاحتلالها وقتل شعبها، إلا أن الحمد لله رب العالمين تصدى لها الأهالي وقتلوا منهم أكثر من 490 جندي في هذا المكان، وأسروا أيضا مجموعة من الأفغان المرتزقة وهم مدججين بالسلاح، عسكريون مدججون بالسلاح أسروهم في هذا المكان. اليوم نحن نناشد المجتمع الدولي أن يتدخل، ونناشد الشعب الإيراني، ونطالب الحكومة الإيرانية بالتدخل لفك هؤلاء الأسرى الأفغان المتبقين لدينا من أجل مبادلتهم بمعتقلين ومعتقلات لنا في سجون النظام، ونحيطهم علما بأن النظام رفض أن يبادل بهم، وقال بالحرف الواحد الجنرال العميد وفيق الناصر قال بالحرف الواحد نحن لا نريدهم، خلوهم عندكم، اقتلوهم، عندنا منهم كثير، سعر واحد 200 دولار وبإمكاننا نجيب بعد أكثر من هؤلاء المرتزقة. حاول النظام أكثر من مرة قتلهم عن طريق الطائرات والمدفعية والبراميل، والحمد لله أنهم نجوا بأرواحهم. اليوم نحن قد لا يعني لن نضطر إحالتهم إلى محكمة ميدانية، وربما يتم قتلهم لأنهم عسكريون مدججون بالسلاح ويرفض النظام وترفض إيران ربما مبادلتهم بالمعتقلين. لذلك نضع هذا الملف بين يدي المجتمع الدولي وبين يدي الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني. من سيقتل هؤلاء ليس أهل بصر حرير، من سيقتلهم هو من يرفض أن يبادلهم بمعتقلين وأسرانا.